مرحبا، استشهد نشأة ملحم واستشهد سره معه، لهيك كل تفصيلة من تفصيلات العملية اللي حتى اللحظة ما انكشفت تحمل أكثر من وجه، لكن نشأة ملحم ترك وراه مجموعة أسئلة، أغلب النقاشات اللي انخاضت حتى اللحظة هي نقاشات بعيدة عن النقاش الحقيقي اللي المفروض نناقشه. سؤال الأسرلي كان أول سؤال، القصص اللي سمعناها، الروايات اللي انتشرت في شوارع ال 48 بتحكي لنا قديش الأسرلي متغلغلة في الشوارع والبيوت، واضح إنه الأسرلي مش عنوان مؤتمر ولا عنوان مقالي ولا تدوين ولا حتى مجرد مظهر بنشوفه في شارع الناصري لما نلاقي مطاعم عربية مسمية بالعبري. نحكي عن شعب بينشغل عليه على مدار سنين ليخلقوا فعلا اشي اسمه عرب اسرائيل تلتقي مصالحهم مع مصالح الاحتلال. ومن النقاشات اللي انخاضت نقاشات حول استخدام العنف في مناطق ال 48، في ناس استهجنت الدخول في نقاش قديش مناطق ال 48 جاهزة لخوض مواجهة بأدوات جديدة، لكن نقاش الجاهزية اللي بنعرفه انه نقاش بتخوض القيادات الفلسطينية حول احنا قديش جاهزين وفصائلنا قديش جاهزة. في غزة انخاض هذا النقاش، واليوم في الضفة والقدس في نقاش على الجاهزية بتخوضوا الفصائل ما بينها. أظن أنه نقاش الجاهزية نقاش شرعي، بس بنفس الوقت ما نسمحش أنه يكون مبرر لإلغاء أداة من أدوات مقاومة الاحتلال. طيب على مستوى رسمي وعلى مستوى تنظيمي شو وضع أحزابنا؟ اللي شفناه أنه لجنة المتابعة العليا اللي طلع منها بيان استنكار للعملية، وبعديها أبناء البلد طلعت بيان استنكار للاستنكار، وبعد بيان أبناء البلد بثلاث ساعات بيطلع بيان للتجمع بيحكي أنه التجمع لم يوقع على بيان الاستنكار. هو في اشي اسمه مؤسسة بتطلع بيان والناس اللي بتضمهم هاي المؤسسة بيطلعوا بيحكوا احنا ما وقعناش؟ مين اللي وقع؟ على مستوى اجتماعي في تفاصيل كثيرة. نشأة ملحم ابن عم شاب انقتل على ايدي الشرطة، وابوه متطوع مع الشرطة، وبنفس الوقت عمه احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة اللي كان جزء من التنسيق لمظاهرات برافر في مفرق عارة طلع واستنكر 100 مرة. طب باستنكاره صار زلمي غير وطني ولا في اشي احنا منعرفوش؟ وسمعنا كمان الناس نسجت قصص عن جنب وطرف. طب الناس هذه فعلا مآمن انه هذا هو التفسير للعملية ولا انها بتحاول تحمي حالها من شيء معين؟ على مستوى الإعلام، الإعلام في البداية تخبط شوي، تفاجأ إنه شب في 48 وبعديها صار أشبه بتنظيم للإعلام لحشر 48 في زاوية الإرهاب. فعلياً الإعلام الإسرائيلي حشرنا في الزاوية. طب إعلامنا إحنا وين؟ الإعلام التقليدي والإعلام الاجتماعي، الإعلام البديل. إحنا فشلنا في إنه ندعم الناس ونثبت الرواية الأولى للعملية إنه هذه عملية تأتي في سياق أصلاً مواجهة الاحتلال. والفشل الثاني إنه انشغلنا بنقاشاتنا الثانوية عن تثبيت صفة الشهيد على نشأة، ولأنه العملية فردية أو يمكن يكون في أسباب تاني، حتى اللحظة إحنا معناش فكرة عن تفاصيلها، ولهيك كثرت فكرة السؤال عن كل تفاصيل العملية. وبتخيل كل الأسئلة أسئلة شرعية إذا كنا واقفين على أرضية ضرورة مقاومة الاحتلال. وبنفس الوقت المفروض زي ما تعودنا بمجرد حدوث أي عملية ضد الاحتلال نفترض إنها عملية من عمليات المقاومة لحتى ما يبان العكس، مش منبلش في العكس. ولأنه بنعرفش كفاية في المؤسسات الرسمية في الداخل بقديش هي قوية أو قديش هي ضعيفة، دخلناها في نقاش عملية نشأة وصغرنا من العملية لما حطيناها في سياق الدخول للكنيسة ونقاش قبة البرلمان اللي بنخوضه في اليوميات. مخطط برافر لما اجى حكالنا احنا منعرفش ولا اي اشي عن النقب، وعملية نشأة ملحم اجت لتحكي لنا وتأكد لنا كمان مرة انه احنا منعرفش ولا اي اشي عن مناطق ال 48. ممكن تبين تفاصيل جديدة في الساعات اللي بنحكي فيها وبنتناقش فيها تلغي كل اللي حكينا، بس مش هتلغي المواضيع الرئيسية اللي كانت سبب في إرباكنا وسبب في تشويشنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.